رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. إيك أو تكذب تتكن يا محمد نبوة تقبل ناكن وحي تقبل ناكن. فقد كذبت قبلهم تكذيب كردكرن كرنا بريوان دا قوم نوح قوم عاد قوم ثمود، يعني بخمبر بري دهاتنا تمامي وان دا قرشي قوم خو بي اوهاني ديتنا بي ازياد اسقنتيهاني ديتنا. وقوم إبراهيم، قوم إبراهيم جي تكذيبوي كربون، وقوم لوطين قوم لوط عليهم السلام، وأصحاب مدين قوم صالح عليه السلام جي تكذيب يكرم، وكذب موسى، موسى جي حاطبو تكذيب كرني ججور حتى الوقت عبقو قوم وان تكذيب وان كربون دوردا جي قوة كذب موسى وموسى جي تكذيب وي حاطبو كرني. أنا يعني إمام الزمخشري سري شو ماكو نجو وكذب قوم موسى نجو وكذب موسى السري أنا كي خبر معنوي ده معنى لتخيك أيجا خلاص بفهم ليك للكافرين ما مهلة دا كافرة ثم أخذتوهم باش ما وانقرت، يعني مع عذاب سري واندشيال، فكيف كان نكير و چوا بون تغییر لوان چه بو، یعنی وقتا که نعمت لوان هبون بون عذاب لوان ها تکرن، حیات بون بون ایلاک لوان ها تکرن. قد آیت خانه یقولو، یعنی یقول الله لرسوله صلی الله علیه وسلم تسلیتا له، آیت خدای تعالی تسلی داده رسول اخو محمد صلى الله عليه وسلم. سيدا انت نكير چه معنى دايتي؟ نكير دبي تغيير، يعني ما وان دا شكر ما بشتي حياتي ما مات بشتي وان نعمتي خوش ما وان هلاك كر دبي اشتاو سا معنى دك، يعني نكير جي انكاري يعني اجا انكار كرنا من اللي لذي لما كرني وان شبو، يعني بقى في ربي عالم البيت تبكيا من جوان راتشبو إجا موان، يعني تبكيا من جوان فكيف كان نكير إجا كو نكيرا من جوان راتشبو، يعني إنكارا من جوان راتشبو إجا تبكيا من القرشي وان شبو إجا من حالي وان وكي بتدري إجا من حالي وان قهار ومثلا وان من إلاكي وان يعني شيء قارو ما تغيير ملي خونا، يعني بني في نكير عيني بامن أوكي دستي مدى دبي نكير إنكاري عليهم بإهلاكي ما إنكار من إجار السلوان كما من إهلاكي بلن، يعني قارشي وان أوا وان دا مجي وان إهلاك بلن. خدا تسليد دا بخمبر خوك لست بأوحدي في التكذيب، يعني ت نبتند ناف پیغمبر ادا کو تکذیب هاتیه کرن تکذیب او دی کرن قوم وی القرشی او قا قاطیه او قا سرته او قا بیستان بی انصاف ده دیگره او تکذیب دیگر دیگر کد بره دا تا امین دی را بون وان ناوه و تا امین دانی بو اویا تبتنی ند ناف پیغمبر ادا تبتنی ناتی تکذیب کرن. فقد كذب الرسل قبلك أقوامه بخمبر بريا تجي قوم وان تكذيب كربو وكفاك به عسوة جترى أرنك أو بصن يتر لنا. فإن قلت أجل تبب جي لما قيل وكذب موسى ولم يقل قوم موسى بخمبر دن التب وكذبت قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم قوم لوط أصحاب مدين
وكل ديبا موسى موسى جهات بو تكذيب كرنه ولم يقل قوم موسى انظري اگر تبي سؤالي بك نجي تجانب شا لا حرق ويروجي وابصاد هو ونظام لبا متشا قريا بانا لبا وات شوايا جانات الشاسي ها مالي شاوبكم جي كو انترنت پردکشینه ده مالا خودا تو نها زانی که داری باش دکشینه آلوه دنی او کن بکن سپر دوری او کنه نم ماله آقلتو ایمان دو ازی ببیجم لیان موسا ما کذبه قومه بنو اسرائیل بنو اسرائیلی که قوم موسا علیه السلام بنوان تکذیب موسا علیه السلام نکه و اینما کذبه غیر قومه و هم القبطو ای که تکذیب پیغمبرتی موسا علیه السلام دکن قبطی بون نه بنو اسرائیلی جبر بیا نگو قوم موسا جی تکذیب و این کرن گو تکذیب موسا جی حاد کرن معنی که دنجی و فی شیون آخر شتكي دنجي تدعي كأنه قيلة أروكي كوهر قوتن بعد ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم بشتكو خدا ذكر كرب تكذيب تمام بيخنبرك قوم وان وان تكذيب كرن قوة كل ذيب موسى أيضا حضرت موسى جهات بو تكذيب كرن مع وضوح آياته دقل وان علامته إشارته وعظم معجزاته إشارة موسى عليه السلام معجزات موسى مزن أشغ نت ألمسنا رامن ديسا أوجاب وتكذيب كره فما ظنك بغيره يعني يكي بنا موسى عليه السلام ويضي بيضا وعصا والأورتي ونبا أوقص إنسان دا وأوقص تبات هركسي بشعب خدي ونا رامن موسى عليه السلام هات تكذيب كرن فما ظنك بغيره جب بيخنبر إدني يعني وقت بسيدة بيجا أبي أو قام مزن مقامي ومزن ويقبولنا كن تو شد بيجي إياش إيدرا شكون أني إيدن طول طول قبولنا إيدن إلا سندش النكيرو بمعنى الإنكار والتغيير نكير بمعنى إنكاري وقتقو شوى يعني بشتكو وان بخمبرة تكذيب كر إنكارا من لقارشي وانشو انكار من وتغيير دغشكرن بچا هواي دغشكرن حيث ابدلهم بالنعمه محنته شنو النعمه نعمته ذا خدا سقنتي وازيته ضوان وبالحياته لكن الىك حياته وان جي تبديل كرب هلاكه وبالعماره خرابا وتبديل كروان قصر وان قناغ وان وان بخشي وان ويجي تبديل كرب بخرا کرنه خدای تعالی وانا تف تر واندا آنی خواری لخوری ابو سفیان دبین ان محمد لم يناكر احدا الا كانت معه الاهوال واصابه من الدهر نكراء شدت یعنی پیغمبر سلام لتیکی انکار نکلیه یعنی کو یک راب انکار پیغمبر سلام بگه او پیغمبر جی قارشی بخویدا الا دبی بلاکی بسری داکی و الا زمان زمان وی رزید کلیه من وأصابهم من الدهر النكراء شدة يعني شدة تعطيس اليوم بلاك بلاك فكأي من قرية أهلكناها يعني برج قندا أهلكناها فضاد بما هلاكر وهي وان قرية يعني أهل وان قرية ظالمة ظالم بون ديما وان هلاك فهي وان قريتا خاوية على عروشها تهات خوار بسر طوان خدا وبير معطلة أو بير وان كبآب بشينايب وناجهات تركرن وقصر مشين أو قصر قناغ وان بلند كركملي بري قريه أسا خدا دبه موان شكر موان هلاك
العرش كل مرتفع أظلك من سقف بيت هر بلندايك سرت بقرة لسرت بقى وسرت قفط مش بكا چه جتوان خانی به چش ایکونه به او زلتین چش بلندایی کی چارداخی تشتکیت چکی او کرمین یا جی معشیلا تری که بلند باب سر تشکی خوب دی بنی آجبان تمام یارا فهو عرش نشرا تیگوتن عرش یعنی او بلنده مانا رجا امنهاجی جی وان هولکی که تری دن سری امجواب معرش معرش تري معرش يعني مصا معرش معرش قليلة بين معشيل يعني بين معرش وانا معرش يعني زي. مثلا مصا وقت اوكي تشانجولي اوال بري وان دخل و ميوا تري ددن سري مصا ايش بكون لك بعرضين يعني هر تشتي بلند جرا تقوتن عرش اين تطواني خاني دبا تشكون دبا تشتكي تو وك خول كي وك تشتكي تشيكي بلند كي خوب دي بني جراتي بو تنعش خاوية والخاوي الساقط خاوية يعني ساقطة هاتن خواري يعني خدا ما وان هاني بو خواري اف خاوي اگر من خوى النجمي معنى بكن اذا سقط يعني سقط النجم جانا استير درجين وصاد كيفن استير درجين عم دبي اگر كو ام بمعنى خوى النجم جوي بقر بمعنى سقطه يعني او طاوان او هات خواري او الخالي يام او خاوي بمعنى خاليش خالي بقر من خوى المنزل منزلو خاني والابو اذا خلا من اهله وقتا اكو كس دخاني دا نما يعني اهل وان تف چون هلاكي خاني لوي من بوش من والا من ما لدي جانا ما بكور ماجي دوين ما في مالا مالك اخري خالية ايه مالك اخري خالية يعني بشاغي فهي خاوية يعني خالية من الانس وخوى بطن الحاملي وقتا پیرک اب حاملا دوغم بکنید به خواه بطن الحامل یعنی خلا یعنی او او حملا و بالا و قوله على عروشها اب على عروشها لا يخلو من ان يتعلق بخاویتن یا امی على عروشها متعلق بخاویتن بکن و چاقی معنا چاو چید با فيكون المعنى أنه ساقطة على سقوفها يعني دمت طواني ويكت ديوار ميواري ويجي بسر دهاتن خواري متعلق بخاوية تبقى أم قبكم متعلق بخاوية تبقى أي خرت سقوفها على الأرض طواني خانية وانهاتن خواري كتن أرضي ثم تهدمت حيطانها بشتوي ديوار جي خرابون فسقطت ديوار كتن فوق السقوف بسر وان طاوانا دا يعني باري ديوار الطاوان هاتن خاري و ديوار جي بسر طاوانا دا كتن خاري اگر كو ام على عروشها متعلقي بخاويتن نباب او انها ساقطة او خالية مع بقای عروشی ها و سلامتی ها یا جی امه ببیجن خرابون دیوار میواری وی هاتن خواری قوان وان لهوا ما او ساقیتتون او خالیتون او انها ساقیتتون کت یا اف معنی او انها خالیتون یا جی امه ببیشن خانی والا بود خدا وان هیلاک کرکس نما خانی والا بود مع بقای عروشها و سلامتی ها طوان وان لهوا ما خانی وان لهوا خانی وان لجی خو اما خانی خالیه دو والا من چونکی خدا وان هیلاک کر او ساقیدتون و خالیتون یعنی فاعلی وان عجبات چی باید؟
فاعل عنوان وهي او قريتها او قريت انها او قريتها ساقطة او خالية يا ساقطة يا نوسا كتنة ما قوش هو كبري ما معنى كر نوسا يا بمعنى ساقطك تبغات خاري يا جي تشكي بخانية وان نبغى ما فعل ما شو يخدا وان إلى مقو أو ساقطة خوش نينا زانيش ما خوش نينا چونكي دجور دا كقوف يكون المعنى أنها ساقطة على سقوفها حتى أنا أو أنها ساقطة وكب خب ده برميش من جوري ما قو مثلا ما قو أو ديوار يقو تبت كم خوري أو ساقطة طبعا براسته ها إيجاك أم مثلا خاوية بمعنى خالية ببيجن أو معنى دي يا أو خالية مع بقايا عروشي وسلامتي إيجا يعني مثلا أو دمرن أو مال او قصر قناق او بير او تشتيوان اجا تبالغ منه يعني يا الحمد وحالي خلنا ما بالغ خاويتون بدل معنى يا معنى ساقطتون يا جي معنى خاليتون يعني هم ساقط وخالية بمعنى كناين او ساقطتون لبنيجي البيجا دليد نري بني وقال صعيب التقريب وفي سلامتها هم سلامة وعلى تفسيرها بالساقطة نظرنا أيوة. شما فلفظ فلعل اللفظ الساقطة سهو من الناسخ أو سهو أو جمرة خوش له لما من قوام شيء نار بل إيجا كلمك الحاسسك يعني وكاكو بيب أم ببيجن فيكون معنا أنا ساقط على سفل خرج سقوف على الأرض فلا إذا بيب وانا مرب قلت أنها ساقطة أو خالية وان هردو معنا ليت قبل خش تبو شو وصل دم معنا إيش خاوية ترى دم معنا يا ساقطة يعني يا خالية يا خالية مع بقى خش هم ساقطة وخالية بهردو معنا كنابة بلى من اهلا مگوک ام بکن چه مگوک ام بکن متعلق على عروشها ام متعلق بخاويه مال اما يجي ان يكون خبرا بعد خبرين يجي ام بكن خبر پشت خبر ويجاغي چاچيت بكن نوقيله هي خاليه وهي على عروشها وهي 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 ها وهي على عروشها ويجي بكن خبري بعدها خبر جهيره خش راست يعني هي مبتدا خاليه من خبري وي على عروشها جي متعلقه بمعزوف تي باب كنو بكن خبر جبو هي ويجي بكن خبري بعدها خبر جهيره يعني معنوي اي قائمه مطله على عروشها بلدل. إجا بكن خبري بعد خبر جهيرا هي خالية على عروشها ويشاغي قائمة لبيانة مطلة دريجن على عروشها لسر سقفه يعني تشتكي بخانية النبي صادجة أهل وان هلاك هنا خاني لجيه أتت إلى الأرض فصارت في قرار الحيطان وفرق الإسباني فصارت يعني قريته فصارت القرية في قرار الحيطان يعني الديوار يا خدا ثابت صاغلم تشكي بوا النبي او هاتي اخوارد طوان هاتي اخوارد ديوار صاغلم وبقيت الحيطان جمائلتنا بجا يعني على معنى ان السقوف سقطت الى الارض فصارت في قرار الحيطان قبل طوان جورد هات كتب بر الديوار كنار الديوار دامات ديوار ديوار جي بيرا هور بيه حيناش حيطان ومائلة ديوار جي بسر دام ميل بون ديوار نكت فهي ديوار جا مشرفة على السقوف في الساقطة يعني مقربة بلندمان ديوار لسر وي طاوانك وكاتبو ديوار بسر دام ناطق خوار سيدا
اشرف على شيء يعني او او ميل بي خور بي نيز بي اكو اوجب كبا اي نعم لما نعطي اخواريو يعني اوجي هم هم البركتني اوجي هم هم البركتني اي واي سيدا اجا تشكيدنا يا زبيجن واي مز امام زمخشري على عروشها مع بقايا عروشها دابر ساقيتتني ومعناج الصلاحي اويكو تيبي تقوتن في نظرن شيء نبو ها شو ها؟ إيه قو ساقيتة أني وقويا بنيت بيجي يعني وقت على عروشها أم بكن مع بقايا عروشها وقو كنا بر ساقيتة به إيجاد دم بده بر ساقيتة إيجاد دمك ساقيتة تاوان بلش يا بعرض إذا ومع بقايا عروشها ديوار جل بيا ماية يعني. از اولان والا من اوصا جفع منكن يعني مثلا او كوفي خاويتن وخاويتن يا امن معنى ساقيتتن ليغن ويا جي خاويتن اي معنى خاليتن ليغن فاما أمعنى خاليتن ليغن يعني مرفتن مرنة قد خالي ماين بالا ماين قد تدي مرنة قد كسي دانا ماين وقا قد دي ما تدي زمان كي قد بان قد تب بالا دو قد والا ميه ياجي امن خاليتن يعني ساقيتتن اجا قصا بسر تاواني بسر دهاتية خوري يعني قد تبي نا بسر ده نبيجه تاوان هاتية خوري مع بقايا عروشها تاوان ساقيته يعني جنبية مع بقايا عروشها فقط ديواري مايه يعني عروش بخود تاوانه سيدا اغلام عرش بخود تاوانه ايكو تاوان ورا خوري تشا اوي مع بقايا سلامتيا مع بقايا عروشي وسلامتيا نالها دميجا بلكي عروش ناكل بمعنى حيطان يعني او جواري وديواري يعني ها والله مع عروشها يعني اغلام هادو معنى كيفن نالها هوا مساله هوا ساقيته وغاليه دبن هيك دبر دايكا وصا وهو جوري جوصا ناطع نيا او يعني خشتر اوه ام ساقيته بدن برجوري وخارج بدن برجيري ها بلي اللي جوري كو ساقيتتون يا خالية و انها ساقيتتون او خالية يا اف يا اف يعني يا امي ببنشن خانيجي هاتنا خاري ملتف هلاك بيا اهلي وان هلاك بيا وخانيجي هاتنا خاري يا جماعة بيجن أهل جند هذا هلاك بونا خاني خاليتهم يعني خاني تشتبوان نبيا. أجركم أقول أم عاد بأكثر أو يبقى كن خاويتهم متعلقة مع خاويتهم يبقى. إجت قام بكن خبر بشت خبر جميرة إجت بأي قائمة مطلة على عروشها. فعلى أن معنى السقوف على أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت بقرار الحيطان يعني طوان شور دكات هندري ديوارا. وبقيت الحيطان مائلة ديوار جيب سير دخوار بنا ما ديوار ناطن أخوار طام سير طوان ده هي مكرفة على السقوف الساقطة يعني الديوار أو أشرف علي دبي أشين ده والمق يعني أشين ده والمق يعني هم ما هم تكيكوب كبوجيا يعني أو على يعني اشرف عليه تلهر الجم يا كي قبل ميرك لو نشتبت البرج البياجي بسجني دبي اشرف عليه عينو صنع يعني ميل لنا ميل لنا يعني نيز مثلا نيز بيكو وصل بمن جيب لنتر لسير دا ساكن عينو صنع بمن سير دا ميل بيش فإن قلت أجر كنت بيجي ما محل الجملتين من الإعراب أعني فهي ظالمة وفهي خاوية أبهر دي جملة هاني دي إعراب خدا تبن شيء قلت أزي بيجم الأولى جملة أول في محل النصب فهي خاوية محل منصوب على الحال إيه ولا ظالمة يعني هو هي ظالمة بل وهي ظالمة فهي خاوية دو جملة ما أبنى لا
جملة وهي ظالمتون في محل النصب على الحال. أمي محل منصوب بك حال شبيش قريتي با. يعني قريتي بحسب أهلي بيوني ها. أهلي قريتك وظالم بو. يعني. ها. أو ها هي دميرة هاي راجع بالقريتي. دميرة أهلك. نا ها. بلي. دميرة أهلك نا. اگر هم هي ظالمتون هم محل منصوب بکن حالش پیشوی دمیره با و ثانیتو لا محل لها محل جرج اعرابه تن جمله فهی خاویتون محل جرج اعرابه تن چما لانها معطوفتون على اهلکناها جمله فهي خاوية عطفة بسر أهلكناها مايا إيوها سيدة دنجي در چا فهي خاوية جي لا محل لها من الإعراب يعني شو أهلكناها جرا محل جرابتنا محل جرا جرابتنا فهي خاوية جي محل جرا جرابتنا وقرأ الحسن حسن بصري خندية معطلة من أعطله جاء أعطله عن يجباب أكرمه بمعنى عطله يعني ترك تبجي برضا ومعنى المعطلة معنى معطلة يعني أنها عامرة فيها الماء بير ساغلما افتدا هيا ومعها الالات الاستسقاء استقائي دلواوية بنيوية اگرچية معزمي ويجي هيا الا انها عطلت هماتية اي تركة هاتية تركرن ولا يستقى منها شما لهلاك اهلها يعني ابياجي بمعنى چو مقو فهي خاويتون قبا ان ببجن خاليتون يعني خاني الجي خنا ساغلا من هما فالا بونا يعني ام بتعبير ما قرمانجي ام دبين بيخوي ما يا بلي اف بيري هاني جي اوي وان دلوي وان بني وان تشتي وان هرت مع زميوي تف ساغلا ما هي اما جبركو اهلي وي قند هاني هلاك بونا معطل بونا وان بيري هاني كاس ناجح يعني جوان اوف ناي درخستن لهلاكي اهل والمشيد المجسس يعني اوي كواتبون كريج كرن سسلمش كرن اصلا دا اوي المرفوع البنيان اويا مشيد بمعنى دا آخش يعني او اوايي واني كو بلند بون مجسس هر حدا بكش سيدا مجسس أبي بكلسو أبي بكلسو جلسة كوسا صاغلام دكنينة بالي سيدا وصاد ميبس يعني يا إيه برد صاغلام چه دكرن جبوكو تشكي بينا بي أو المرفوع البنيان ياجي ماشيد بمعنى بلند دكرن زيدا بلند دكرن وقيل مشيد يعني محصن مرتفع في سنكه والمعنى كم قرية يعني شخصا فر قرية جبندا أهلكنا موان هلاكر وكم بير شفر جبيرا عطلنا عن سقاطها جوان أفر يوان موان فعتين كر معطل كر سيدا ده تشاشد من خيري حدا ده تشاشد كم هنك كمي استفامية وكمي خبرية كمي استفامية تميزوي منصوب ته كمي خبرية استفهام تمیزوی مجرور ده اینجا به معنی پر یعنی داده و کم من فئت قلیلت غلبت فئه پره پرش بله اویه جویا بله پر گندا مهیلاک کر پر بیرا موان معطل کر یعنی بی خواهی ما ج وخاری خو و پر ج قصر که ساغلم بون بلند بون پر وان قصرا جی اخلیناهو موا خالی کر عن ساکینیهی جی ای کتی دا حیاتا خود دوام دکرن دجین
يعني فاتوري كذلك هاتن تركرن لدلالة المعطلة عليه جبوكم معطلة دلالة سر شتك تركرن اتك يعني هاتن تركر يعني معطل اف كلمة معطلة دلالة دك لسر كوفان واني هاني هاتن تركرن بلي سيدة تشكدني بيجم جو كرم قصد نديقو فهي خاوية حتى بسر اهلكنا هاي بلي إجا أو أهلكناها إجا نابا خبر جبو كاميرا خبر يا نابا مبتدا أهلكناها نابا خبري إجا تبكو أم أوا بيجن دمك أهلكناها تفسير أهلكناك مقدر دك كم ويشاغي دك مفعول جبو أهلكناك مقدر را أهلكناها مذكور دك تفسير وي أهلكناها مقدر إجا جاوي شاغي دمك او اهلكنا لا محل لها من الاعراب يعني ناج قبيلك كم ام بكن مبتدا وقت ام كم بكن مبتدا اهلكنا بكن خبر محل جرا هي فقط جاك ام اهلكناها بكن تفسير جبو اهلكناك مقدر يعني اجا او كم دبا مفعول جبوي اهلكنا را في اهلكنا نجي تفسيرا وي بيشاغي لا محل لها من الاعراب مالي تفسير طابعي مفسري والله مرجي كده إعرابوي دي أو كده بو قاضية إعرابوي دي بو نظام دي بو تشي كم يتبع مبتدا تبقى مبتدا إجا دبي تريد أهلكنا اشتغاله يا هاي دميرا أهلكنا مشغول كريه ده نيشتك أهلكنا دي كمي دا عمل بك إجا مرابية تشكريه أم رادبن كنش بابي اشتغالي جاء جي كاميرا دوي داريدا فعلك مقدر دك يعني اهلكنا كم قريتين اهلكنا ايجا جبوك ام اهلكناها مذكور تفسيرا وي اهلكنا مقدر دك لا محل لها من الهراء تكيش تفسير محل تنهي جبوك محل تنهي وقتا في فاية خاوية تنعطها بسري بابا جويرا جي تنهي نص نص هو في هذا دليل على ان على عروشها بمعنى مع يعني على بمعنى مع او جهودها خش على يعني بمعنى على عروش يعني مع عروشها مع عروشها يعني دماء كم قبا ومعطله ام بجن دلالات السر تركرن دك يعني خانية وان صاغلم مانع فهي خاوية مع عروشها يعني تقف وان ديوار وان خانية وان لبيانة أقبك أم ببجن أبيا على عروشها أم على بمعنى مع أو بكن أو جهود آخشت يعني وقتك أم ببجن قراءتي أواجهية معطلة قراءتي وصحية دمك صح تني جي وقتك فهي خاوية تن خواندبن دماء عيني أوجي بمعنى معطلة تنها يعني أم على يعني بمعنى مع وانجي معنى كلية أما وان فهي خاوية تن خواندنا أبيا إيسا معطلة تن خواندية يعني قراءتي هاني دبا دليل وقتك فهي خاوية على عروشيابة أو على دماء ديسا بمعنى معايا يعني ها قراءتي باشي دبا دليل جبو قراءتي عول أو على بمعنى معابة يعني وش هذي خاويتنا ما بمعنى خاليتنا يعني معطل ترى يعني نا يعني كأب أو على بمعنى معايا يعني دليل راسة دليل أكو يعني خاويتنا بمعنى خاليتنا ولا أنا بمعنى ساقيتنا ولا خاويتنا خاليتنا مع عروشها يعني تقولك أو وان البيانة سر حالك أب والبيانة جدي سا خالينة شو أظني تبيك وتبيت شو ترتخي تبي قراءتي دواء أبيج إشارة كي وصلت كي يعني ها لما كأو على وأبيك خالية خاندنا فهي خالية خاوية معنى خالية لما وانج قصد وانج على بمعنى معايا يعني بيناك الدليل كي جويرة جمعات طلع مصاف عندك على معنى معايا مالك
روية آتيا رواية كرن أن هذه بئر نزل عليها صالح عليه السلام بيرك أم بس نكر دبي آيات آنذا بين بيرك حضرة صالح سروي بيرهاني مع 4000 نفر ممن آمن به لقال 4000 كبي إيمان هاني بون لوي داري عوقت قرار قلت يعني جي قلت لوي ساكنين لوي أو بون قون أخلامش بون ونجاهم الله من العذاب وهي بحضر موت وهي بحضر ونجاهم الله من العذاب خضاي تعالى وانجا عذاب خلاص كير يعني او قوم صالحين كو ايمان بيناني بوچي الهك يو اف 4000 بيرامان لدورة وي بيرا آنه ايجا كرن مسكا وهي وي بيري جد بي بحضر موتي لحضر موتي چما ايجا وين چما جوي بلقاها نرا تيقوتن حضر موت لأن صالحاً حين حضرها مات. حضرت صالح وقتها لوي كرن مسكن لوي ما ولوي وفات كر حضر ومات بو حضر موت. حضر موت دبي المغرب فاس وهي بلدة صغيرة في الشرقية عدن عدني عدن تديع وعدن باش كانت مغربينين قال أوكي دوغوي ويت كبا ش يعني أوكي بتشوكن قصابك وهي بشكل وسمت بلدة لوي دوي بلغا حضر موت داجي بلدك هي عند البيري اسمها حاضورة هنا بوي بلدة هانش حاضورة بناها قوم صالحين قوم صالح لوي داري آباكر وأما رو عليهم جلهس بن جلاس وكرنا والي امير لسروي بلده هانه جلسه لاوي جلاس واقاموا بها زمانا مدكي لوي داري ساكنين ثم كفروا وعبدوا صنما بشتوي بتدنا بواندا كفر وعبادت بوتا چيبو بوتا را عبادت كرن وارسل الله اليهم حنزلة بن صفوان نبيا وخدا بناب حنزلة بيخنبرك جوان راشيان فقتلوه بخنبر خشي كشتن فألكهم الله خدا تعالى وان هلاكر وعطل بئرهم بئر وان معطل يعني او بئر كل دوري كربون مسكن لوي دروج افت قرن وي بئر بخيما وخرب قصورهم خدا تعالى وان قصر قناغ وانجي خراك من أصابكم الله خير كثيرا خدي خيرا ومزنك بس سلام رانوصا And